بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصرة الإلهية في الدنيا قبل الآخرة، هذه وعد إلهي، وعدة إلهية، ولكن الشرط تحقق الموضوع. رسلنا يعني من كان رسولا من قبلنا، من كان يحمل ما وجهناه للعالم، فهذا هو الرسول، يعني من أرسلناه ليبلغ رسالتنا. والوعد الإلهي قطعي طبعا، يعني قطعي التنفيذ. طبعا النصر الإلهي قد يكون بعد فترة من المشاكل والامتحانات، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، بعد الاستقامة. قضية بدر إحدى القضايا التي تجلت فيها الرحمة الإلهية والنصر الإلهية، معجزات عديدة بالنسبة إلى حرب بدر. حرب بدر هي أهم حرب خاضها المسلمون في بداية المدينة، يعني قدومهم إلى المدينة المنورة يثرب. ففي السنة الثانية من الهجرة كانت هناك مناوشات بين المسلمين والكافرين، ولكنها لم تصل إلى مرتبة حرب كبيرة بين الطرفين. في حرب بدر المسلمون عندما خرجوا من مكة استولى مشركون على أملاك المسلمين، بيوتهم، ما يملكونه. المسلمون فروا بأنفسهم فقط، حتى كثير منهم أهله زوجته هؤلاء بقوا في مكة، يعني هكذا كان وضعهم، فكان لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم. فصارت هجمة على جماعة كانوا للتجارة يذهبون بين مكة والشام، فصارت هجمة على قافلتهم، وبعد ذلك تحرك مشركو مكة باتجاه المدينة لينهوا القضية، وكانوا مسيطرين يعني على تصورهم. الرسول صلى الله عليه وآله كان قائد جيش الإسلام، وعمر بن هشام قائد جيش أهل مكة مشركي قريش. رسول الله صلى الله عليه وآله معه 313 أو 317 أو 300، بين هالمقدار، الظاهر 313، ومعهم فرسان فقط فرسان، حتى كثير منهم ما كانوا عندهم سيوف وأسلحة قتالية بالعود، يعني البعض كان بالعود، مثل هنا الحرب كانت مع البريطانيين بالمقوار. فبهذه الطريقة، والمشركون كانوا يمكن أكثر من 900، فيهم 100 فارس، 600 عليهم دروع كاملة، والمسلمون فقراء كانوا في بداية المدينة خصوصا، فحسب الظاهر كل المعادلة على المسلمين ولمشركي قريش. ولكن الله عز وجل يريد أن يري المسلمين النصرة الإلهية كيف تتحقق. هذه المعجزات في هذه الرواية الكريمة هي معجزات صدرت وذكرها الرسول صلى الله عليه وآله قبل الحرب، وهناك معجزات عديدة في حرب بدر. من تلك المعجزات الله أمد المسلمين بألف من الملائكة مردفين، كما في الآية المباركة. مردفين يعني اثنان معا، بس كأنما هناك مركوب على هذا المركوب ملائكتان، هكذا مردفين يعني رديف واحد بصف الثاني. فهؤلاء أتوا ونصروا. أمير المؤمنين سلام الله عليه قتل من المشركين 35،
وكل المسلمين مع مشاركة الملائكة. هؤلاء قتلوا أيضا 35، فهذه كانت آية بينة، حتى أن المشركين قالوا كنا نرى أحدنا مثلا وإذا به ترتفع يديه أو ترفع يده بدون وجه والسلاح يقع من يده، فيأتيه مسلم بطريقة بسيطة يقضي عليه. فالمعجزات المتعددة والعنايات الإلهية التي ظهرت، الشيطان في ليلة بدر سبب الجنابة للمسلمين، المسلمون أكثرهم أو كلهم أصيبوا بالجنابة بالاحتلال في ليلة بدر، فحالة الجنابة والحدث والخباثة المعنوية هذه تؤثر على معنويات الإنسان، مثل ما الله مد المسلمين الشيطان هم كان يمد الكافرين بطرق مختلفة. ولكن الله عز وجل صحيح في بدر آبار كان، بس يمكن كان صعب النازح من الآبار أو بطريقة، يعني كان من المشكلة 313 واحد أو أقل، هسه يمكن البعض لم يحتلم من كان، فهؤلاء كانوا يحتاجون إلى الغسل، فالله عز وجل أنزل المطر، وهذه الآية إحدى الآيات بالنسبة إلى بدر، أنه إحدى الآيات التي تدل على أن الماء ماء المطر طاهر مطهر من الحدث والخبث. كيف من الحدث؟ لأنه نزوله كان لإذهاب الرجس، يعني الحدث حدث الجنابة، وأيضا عموما حدث الجنابة مع الخبث البدني يكون، لأنه يظهر النجس على الإنسان، فهذا مطهر من الحدث ومن الخبث. وفي روايات أن الله وسع عليكم بأكثر ما بين السماء والأرض إذ جعل الماء لكم مطهرا، وبني إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم النجاسة أصابت أحدهم النجاسة أحدهم النجاسة كانوا يقرضون محل النجاسة بالمقاريض، بس بأي طريقة؟ كأنما هسه بالمقاريض، يعني كانوا يقرضون بأيديهم بطريقة كانت صعبة، لذلك الله وسع على أمته رسوله صلى الله عليه وآله. الله عز وجل يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، طبعا أذلة يعني ضعفاء المقصود بالأذلة، وإلا في رواية عن الإمام الباقر وروايات متعددة لاحظوا البرهان أنه كيف يكون أذلة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله أشرف خلق الله أو لا. فالمقصود مو الأذلة يعني الذليل، المعنى المتبادر من الذليل يعني ضعفاء أو قليلون، الإمام الباقر سلام الله عليه يفسر أذلة يعني قليلون أو ضعفاء، ويعني يخاطب اللي متصور من الأذلة الذليل بالمعنى المتبادر بطريقة شديدة، يعني شنو هذا اللي تصورته أنت؟ طبعا البعض استفادوا من هذه الروايات أيضا التحريف في القرآن، أنه القرآن مو أذلة وإنما ضعفاء، لأن الإمام يقول هكذا هم ضعفاء، ولكن هسه بحث تحريف القرآن في بحث مفصل قد نذكره بمناسبة ما يوم، إلا أن ما عليه تقريبا إجماع الفقهاء وإجماع المحدثين على عدم التحريف بمعنى التغيير في القرآن، وأكو مباحث مفصلة التي قد نذكرها في بحثنا إن شاء الله. في رواية في الآية الأخرى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، لأنه منطقة بدر كانت الأرض أرض رخوة، فكأنما كان من الصعب المحاربة في هذه الأرض الحرب فيها، فعندما نزل المطر فأصبحت الأرض شوي يعني استقرت، فكان أسهل الحركة للمسلمين. طبعا الله عز وجل أيضا ألقى في قلوب الكفار الرعب في قضية بدر، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، اللي هذا أيضا من الإمداد الإلهي، فكل الظاهر كان مع المشركين، إلا أن الله عندما رأى أن المسلمين مصممون على الحرب
وجادون في القضية وخرجوا مع رسول الله، ورسول الله بشر القتيل منهم الشهيد منهم بالدخول إلى الجنة بغير حساب رأساً، أنكم شهداء تدخلون الجنة بغير حساب. فالرسول من هنا قوى معنوياتهم. الله عز وجل أنزل عليهم النصر الإلهي الظاهري والمعنوي، فطبعاً غلبوا وسيطروا وكسروا شوكة الكافرين. طبعا هنا أكو فرق بين الإعجاز والإمداد الغيبي. الإعجاز عموما في ميدان التحدي مثل القرآن اللي الرسول يقول هذا معجزتي في ميدان التحدي مع الآخرين. الإمداد الغيبي مو إلا في ميدان التحدي، هناك جهة ضعيفة الله يمدهم ويقويهم، فهذا الإمداد الغيبي. الإعجاز عموما عبر وسيط، هذا الوسيط هو الذي يظهر الإعجاز. لماذا؟ ليتم الحجة. الإمداد الغيبي ما يحتاج إلى وجود وسيط. صحيح رسول الله هو كل البركة ومنه البركة وإليه تعود البركة، ولكن الإمداد الإلهي يعني تارة الرسول يطلب الإمداد الإلهي وهو يظهر قضية، وتارة الإمداد الإلهي ينزل بسببه وجود رسول الله وجود المسلمين. فهناك بعض الفروق بين الإمداد الغيبي و الإعجاز. طيب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تتميما لقضية التأليف والكتابة ولأهميته، مع أننا ذكرنا جزءا من الكلام في البحث السابق أنه مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، الأمر واضح، مع أن الشهيد هو الذي يفدي بنفسه دون الآخرين ودون الإسلام ودون عقيدته ودون المسلمين، وحفظا للثغور، ثغور الإسلام وبلاد الإسلام، فهذا إلى أجر كبير عند الله. طبعا أول قطرة تراق من دم الشهيد يغفر له جميع ذنوبه، ولكن من الذي يحرك هذا الشهيد؟ قلم العالم. يعني لولا عقيدة الشهيد التي أخذها من كلمات العلماء ومن أقلام ومن كتب العلماء ما كان يتحرك. نعم يمكن كان يتحرك حبا للوطن، يمكن كان يتحرك لأي قضية أخرى، ولكن حركته الدينية الإيمانية التي تنبع عن عقيدة بالله وبرسوله وبالآخرة، هذا بسبب هداية العالم. لذلك تشوفون الآن في العراق بعد أن أفتى العلماء خرجت الجماهير، يمكن لولا الفتوى يمكن الكثير يقول يعني يتثبط أو يخاف أو كذا، كما اقتربوا الدواعش لعنهم الله على أبواب بغداد تقريبا، يعني لولا يمكن فتاوى العلماء خلال يوم يومين حتى يدخلون، لأن المعنويات انهارت، ولكن فتاوى من علماء صدرت رجعت المعنويات، فهب الشارع. يمكن نقلوا أكثر من 2,000,000 واحد سجلوا أسماءهم، 2,000,000 شخص. قالوا هسه الحكومة ما قدرت تتقبل العدد إلا بمقدار قليل، يمكن 100,000 أقل أكثر، ستعداد مو عندي، بس يعني حدود 2,000,000 شخص هؤلاء سجلوا أسماءهم، من كبير في العمر طاعن في العمر إلى صح. شوفوا العالم هو الذي يحرك الجماهير نحو الحفاظ للدولة الإسلامية وللعقيدة السليمة. فإذن هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية أن العلماء إنما لقيت أسماءهم بآرائهم وبكتبهم. الشيخ المفيد كان له أخو عالم عابد، الشيخ المفيد أخ عابد مذكور في التاريخ، حتى اسمهم يمكن أكثرنا ما يعرف اسمه، أنا الآن ما ذكر، مع أنه أنا حفظت اسمه في فترة من الفترات. هذا أخ كان عابد طيب، رجل مؤمن متدين إن شاء الله دخل الجنة، ولكن أين هذا الرجل من أخيه الشيخ رضوان الله عليه؟ وكيف وصل إلينا الشيخ؟ عبر كتبه. الشيخ الأنصاري لولا كتبه لم يصل إلينا، لا أفكاره لا هذا التحول الغريب الذي سببه في المدرسة الفقهية والأصولية ببركة كتبه. أما شوفوا كثير من علمائنا الذين لم يكتبوا كتابا، كثير من الخطباء الذين لم يكتبوا كتابا، هؤلاء إنما إما أن محيت أسماءهم أصلا
نعم هؤلاء أوصلوا الرسالة من أساتذتهم إلى تلامذتهم وحفظوا الدين في مقطع زمانهم، قطعا لهم أجر كبير، ولكن انقطع أثرهم خلاص. طبعا انقطع أثرهم هنا الأثر المباشر، ولا الأثر غير المباشر يبقى، وهذه نقطة مهمة. من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، اللي كان له مثلا ثوابها وثواب من عمل بها، كان له وزرها ووزر من عمل بها. بعض الأحيان واحد يقول أخو أنا مو مبتدع، أنا مو مبتدع، لم أسن سنة سيئة. بعض الأحيان السنة السيئة تكون مباشرة، مثل هذا المنحرف اللي يأسس فرقة ويتبعه عشرات وخلال طول التاريخ يمكن الملايين، هذا سنة سنة سيئة. بعض الأحيان بصورة غير مباشرة الإنسان يسن السنة السيئة. كيف؟ مثلا في بيتك تعامل أهلك أولادك بخشونة بغلظة، فتنمي في هذا الطفل الصغير حالة العصبية وعدم السيطرة على غضبه. فهذا لما يكبر شنو يكون؟ يكون رجل عصبي، يمكن ما يرضخ للحق، يكون شديد. فهو هم يتزوج، يكون الأبناء، يكون عدة جماعة في الدائرة التي يعمل بها. فهكذا يعني السنة السيئة تارة بطريقتك التي هي بعيدة عن الدين تربي الآخرين على طريقة فاسدة، وهؤلاء الآخرون أيضا يربون ويربون، يمكن تشوف يوم القيامة والعياذ بالله يرى زيدا من الناس الذي أثر بطريقة غير مباشرة أنه المعاصي تمتلئ في كتابه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وين هاي المعاصي؟ شنو التسنة سيئة؟ علمت طفلك على حالة الغضب مثلا، على عدم كيف من الغيظ، فهو وصل إلى وزارة في حالة غضب، أمر تعلم منك، أمر بقتل زيد من الناس، بسجنه، صار قاضي، ما كان مسيطر على أعصابه، متشنج. شوف هذول لما واحد يروح للدوائر الحكومية يشوف هذا الموظف البسيط، إذا مكيف يمشي لك أمرك، إذا معصب وعنده مشكلة وما أدري كذا، مشكلة في بيته ويا زوجته، يصعب الشغل يأذيك. فإذا أنت تربي فجيل وأنت لا تشعر. زين، إذا العلماء صحيح ربوا وآثارهم غير المباشرة تصل وصلت إلينا، حفظوا الدين إلى يومنا هذا ببركة رواة الأحاديث والفقهاء، ولكن بصورة مباشرة. الآن احنا عندنا آراء الشيخ الأنصاري، بس ما عندنا آراء مثلا لولا كتاب تقريرات الروزدري المجدد الشيرازي على عظمته العلمية، عدفت تقريرات بسيطة ولكن تدل على عمق العلم، ما كان عندنا الشيخ الأنصاري. إذا ما كان يؤلف، ما كان صاحب الجواهر لو لم يؤلف هذه الموسوعة الضخمة ما كانت تصل إلينا. ما نشوف آراء كثير من العلماء. الميرزا محمد تقي الشيرازي يقال بأنه كان عميقا جدا في علمه، بس ما له مؤلفات كأنما، وما له تقريرات. خلاص اللي رباهم بطريقة غير مباشرة أوصلوا المفاهيم إلينا، ولكن بطريقة مباشرة ما. السيد عبد الهادي الشيرازي رضوان الله عليه على عظمته العلمية وسعته وإحاطته لا يوجد له تقريرات حسب علمي ولا كتب. إذن واحد لازم يربي نفسه من الشباب على التأليف والكتابة من الصغر، مو يقول أنا لما صرت 60 سنة أقوم أألف. بعد ذاك الوقت هي الكتابة ملكة أيضا تحتاج إلى تنمية، كما أن الخطابة ملكة تحتاج إلى تنمية. فهذه قضية مهمة. صاحب المستمسك المستدرك على الوسائل الحاج النوري رضوان الله عليه يقول رأيت والدتي في عالم الرؤيا جدا في مكان جيد. قلت لها ها شنو؟ قالت أنا كلش فرحان منك، أي كتاب اللي تطبعه الملائكة يجيبوا لي على طبق هذا الكتاب من نور، فتزداد خيراتي ويزداد الثواب اللي يصل إلي لأنها ربت مثل هذا الرجل. إذن هناك بركات كثيرة إذا واحد خلف ورقة علم ينتفع بها. وأول من ألف طبعا في الإسلام هو أمير المؤمنين كتاب علي عليه السلام، وأول من ألفت وهي تزوجت 9 سنين واستشهدت 18 سنة
وكان لها من الأولاد ما كان لها، ومن المحن والمشكلات ما رأتها، وهي ربة بيت وتعمل، مع ذلك اهتمت في الكتابة. فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وروحي فداها. نشوفوا هذا يدل على ماذا؟ التأسي بهم. المهم واحد هو يأخذ القلم ويبدأ، يبدأ المقالة، يبدأ كتابة التاريخ، كتابة قصص الأنبياء، كتابة 40 حديثاً، كل حديث يشرحه شرح ولو بسيط، يكتب 40 كتاب كتيب في 40 حديث، يأخذ من الأحاديث ويشوف الكتب، وما يأتي إلى ذهنه بعد المشورة مثلا إذا هو لا زال في بداية حياته العلمية، وهذه الورقة التي ينتفع بها. لذلك هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد على قضية الكتابة. السيد شرف الدين رضوان الله عليه، شلون بركات إلهية تنزل تذهب إليه، تصعد إليه طبعا الآن هو في الجنة، لأجل كتابه، عشرات الآلاف، يمكن مئات الآلاف، يمكن الملايين الذين استبصروا بكتابه. لولا هذا الكتاب وتلك المباحثات مع كبيرة علماء أزهر الشيخ سليم، فهذا العلم، هذا كل هذا الخير كان ينقطع. لاحظوا، خلينا نكمل هذه الرواية إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا نصب لكم. أنا أريد أخذكم إلى بادر، بس ما تتعبون، مع أنه الطريق إلى بادر كان طريقا صعبا. ابن هشام هاتش يذكر، يقول: من مدينة، منطقة سقيا، تربان، عرق الضبية أو الضبية، سجسج اللي بئر الروحاء أيضا، النازية، وادي رحقان، مضيق الصفراء، وادي زفران، ثنية الأصافر، الدبة، بادر، المنازل متعددة مو منازل قليلة. فهؤلاء طبعا استثقلوا من الذهاب إلى تلك المنازل، يعني ما كان عندهم قضية خفيفة سهلة. فالرسول يقول: لا نصب لكم في المسير إلى هناك، ما أتعبكم، أخطو خطوة واحدة، خطوة واحدة، هذه الكرامة الأولى، أخطو خطوة واحدة، فإن الله يطوي الأرض، يعني يجمع الأرض. بس شنو حقيقة طي الأرض؟ الانتقال الآني حقيقة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، شنو طريقة طي الأرض؟ هذا أمر لم أره في رواية. حقيقة طي الأرض الانتقال الآني إعجاز وإكرام إلهي، فإن الله يطوي، يعني يجمع الأرض لكم ويوصلكم في الخطوة الثانية إلى هناك. قال المسلمون: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، فلنشرف بهذه الآية المعجزة، ورسول الله صادق. وقال الكافرون والمنافقون، زيان خوش فرصة هنا لهم، سوف نمتحن هذا الكذاب والعياذ بالله لينقطع عذر محمد صلى عليه وآله ويصير دعواه حجة عليه وفاضحة له في كذبه. من يقدر هذا الطريق خلال خطوتين يصل إلى هذا المكان؟ قال: فخطى القوم خطوة ثم الثانية، فإذا هم عند بئر بادر وصلوا، فتعجبوا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اجعلوا البئر علامة، المنطلق خلي يكون البئر، خلي أراويكم مصارع هذول اللي راحوا يقتلون من كبار قريش بعد 29 يوم أو 27 يوم. اجعلوا البئر العلامة واذرعوا من عندها كذا ذراع، فذرعوا، فلما انتهوا إلى آخرها، يعني قال 20 ذراع، وصلوا إلى 20 ذراع، قال: هذا مصرع أبي جهل، يجرحه فلان الأنصاري ويجهز عليه. الإجهاز إذا واحد جريح، واحد روح يقتله، هذا يقولون أجهز عليه، يعني عندما يهجم على جريح ويتم قتله هذا أجهز عليه. فإذا شخص يجرحه فلان الأنصاري ويجهز عليه عبد الله ابن مسعود أضعف أصحابي، وذكرنا وجه الضعف، إما لأنه كان ضعيف الهيكل أو لضعف عقيدته أو إشارة لكل الأمرين. ثم قال: اذرعوا من البئر من جانب آخر،
ثم من جانب آخر ثم من جانب آخر كذا وكذا ذراعا وذراعا، وذكر أعداد الأذرع مختلفة، هنا 20 هناك 30 25 وهكذا. فلما انتهى كل عدد إلى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا مصرع عتبة، وهذا مصرع شيبة، وذاك مصرع الوليد، وسيقتل فلان وفلان، إلى أن سمى 70 منهم بأسمائهم، وسيؤسر فلان وفلان، إلى أن ذكر 70 منهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وصفاتهم، مو بس 70، فلان ابن فلان ابن فلانة هذا، ونسب المنسوبين إلى أمهاتهم وآبائهم، ونسب الموالي منهم إلى مواليهم. هسه منو الموالي؟ يعني العبيد، العبيد هم كانوا يقتلون يأتون إلى الحروب، أو الموالي يعني الحلفاء، أو الموالي طبعا بني أمية سموا غير العرب من المسلمين الموالي، الفورس الأتراك مثلا الأفارقة كانوا يسموهم الموالي، يعني كأنما درجة ثانية. طبعا هذا كان حتى يمكن عمر بن الخطاب كان له نظرة، لأنه منع أن تتزوج عربية بعجميا، بعجميا كان يغلظ أو يمكن حتى يسجن العجمي إذا تزوج بعربية. ولكن الموالي هسه في زمن رسول الله إنما إما المقصود به الحلفاء مع المشركين الذين أتوا من اليهود وغير اليهود، أو العبيد الذين كانوا للمشركين، أو اللصقاء، لأنه إحنا عندنا أصيل ولصيق، وليس الأصيل كاللصيق، يعني فد واحد ما له عائلة، مو معلوم كذا، فلان نسبه إلى نفسه واتخذه ربيبا له، هذا يصير اللصيق، يمكن الموالي هذا المقصود أيضا به يكون. ثم قال صلى الله عليه وآله: أوقفتم على ما أخبرتكم به؟ عرفتوا؟ قالوا: بلى. ثم قال: إن ذلك لحق كائن بعد 28 يوما. هذا إذن الإعجاز الأول كان الانتقال بخطوتين، الإعجاز الثاني الإشارة إلى مصارعهم واحدا واحدا، الإعجاز الثالث زمن وقوع الحرب، أو الكرامة الثالثة 28 يوما، في اليوم 29 يعني تقع الحرب، وعدا من الله مفعولا وقضاء حتما لازما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر المسلمين واليهود، اكتبوا بما سمعتم. الواحد ينسى، فاكتبوا هذا اللي الآن ذكرته بالتفصيل. فقالوا: يا رسول الله، سمعنا ووعينا ولا ننسى. الرسول هنا يؤكد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكتابة أذكر لكم، ما حفظ فر وما كتب قار. قيد العلم بالكتابة، العلم فرار يشوه، فيحتاج واحد بسلاسل الكتابة يقيد العلم، يثبته في هذه الأوراق، يسجن العلم ولا يشرد العلم. الكتابة أذكر لكم، يمكن واحد بعدين يغفل، يصير تردد. فقالوا: يا رسول الله، فأين الدوات والكتف؟ جايين للحرب أو جايين للرؤية؟ أصلاً ما جايين للحرب، يعني كنا مجتمعين في ظهر المدينة، خارج المدينة، مثل أي قضية، ما عندنا أقلام، ما عندنا أوراق معنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك للملائكة، الملائكة يكتبون ما ذكرته لكم. هذا الإعجاز الآخر. ثم قال: يا ملائكة ربي، اكتبوا ما سمعتم من هذه القصة في الكتاب، واجعلوا في كم كل واحد منهم كتفا من ذلك، يعني فد ورقة خلوا في كمه، في المكان اللي مثلا سابقا كانوا يحفظون في أكمامهم، حتى واحد لما كان يشتري حاجة كان يجعلها في كمه. وفي رواية أن فلان الأعرابي جعل ضبا في كمه وأخرج هذا الضب، قال: إن كنت رسولا حقا فليشهد هذا الضب ذلك، فشهد الضب بلسان عربي مبين أنك رسول الله، وكان رسول، لأن العرب كانوا يأكلون الضب طبعا. فإذا في أكمامهم، يعني كان كأنما السلة الزنبيل اللي يحملوه وياهم ولكم، فاجعلوا هذه الأكتاف الأوراق في أكمامهم. ثم قال: يا معشر المسلمين، تأملوا أكمامكم وما فيها وأخرجوها واقرأوها. فأخرجوا الأوراق، وهذا كرامة أخرى أيضا، فتأملوها، وإذا في كم كل واحد منهم صحيفة، قرأوها، وإذا فيها ذكر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك
سواء لا يزيد ولا ينقص ولا يتقدم ولا يتأخر، نفس الذي ذكره رسول الله بالتحديد مذكور في هذه الأوراق. فقال صلى الله عليه وآله: أغيظوها في أكمامكم، يعني احفظوها. شنو الكم محل الحفاظة؟ السكة إنه مكان سابقا هكذا كانوا يحفظونها. أغيظوها في أكمامكم تكن حجة عليكم وشرفا للمؤمنين منكم. ليش الشرف؟ أوراق من الملائكة بكتابة الملائكة ظهرت للإنسان، وهذا يتبرك بها المؤمنون، وحجة على أعدائكم طبعا. فكانت معهم، فلما كان يوم بدر جرت الأمور كلها ببدر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزيد ولا ينقص. قابلوها في كتبهم، يعني شافوا، قابلوا الواقع مع ما في كتبهم، فوجدوها كما كتبها الملائكة: لا تزيد ولا تنقص ولا تتقدم ولا تتأخر. فقبل المسلمون ظاهرهم ووكلوا باطنهم إلى خالقهم، يعني المسلمون ظاهرا قبلوا ما في هذا الأمر من الإعجاز ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الظاهر، ولكن الباطن هذا منافق قبل هذه العلامة، يقول بأنها سحر في باطنه، هذا بعد إلى بارئه. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.